في المدينة القديمة على بعد بضعة أزقة من ساحة الشهداء يسكن الجلال بوطامة الحداد، الرجل في الستين من العمر، وقد استقر بالقنيطرة منذ ما يزيد على 44 عاما. حين يحكي عن ذلك يحرص على التذكير بأنه جاء إلى القنيطرة من سيدي يحيى الغرب وهو ابن 16 عاما. يحكي عن الأماكن التي عمل بها ويتوقف مطولا عند محل للحدادة، يقول إنه تعلم فيه الصنعة وفق قواعدها السليمة على يد حداد اسمه بوشتا. أغلب الذين يأتي على ذكرهم رحلوا إلى دار البقاء، ولذلك كان يردف ذكر أسمائهم بالترحم عليهم ويقول إن أفضالهم عليه كثيرة، لأن الصنعة التي تلقاها عنهم مكنته من أن يفتح محلا للحدادة يدر عليه دخلا محترما. لم يرزق الجلالي ولدا ولا بنتا، بالرغم من أنه تزوج ثلاث مرات يظن أنه سيجد من تلد له من يرث اسمه. بعد زواجه الثالث أيقن أنه لن ينجب، وقد صارحه بذلك طبيب زاره في الرباط. لم يكن له إلا أن يتقبل الأمر، ولأن زوجته الأخيرة الضاوية التي جاء بها من سيدي علال البحراوي كانت تمضي ساعات النهار الطويلة وحيدة، فإنه وافق على أن تأتي بوالدتها التي يناديها أمي زهرة احتراما وتقديرا لها لتستقر معهما في المدينة القديمة. لم تكن له عائلة ولم يكن يتحدث عنها، بل إنه كان يتحاشى ذلك لأسباب لا يعلمها إلا هو. كانت حماته أمي زهرة تصيبها من حين إلى آخر نوبات صرع، وكانت تقول وكذلك ابنتها الضوية إنها أصابها مس من الجن منذ زمن بعيد. لم تعرض يوما على طبيب، لأنها تملك قناعة ثابتة بأن ما بها من الأسقام التي لا يعالجها الطب الحديث، ولذلك كانت كثيرة التردد على المنجمين والعرافين وعلى أولئك الذين يدعونهم الفقهاء. تعود من كل زيارة إلى أحد هؤلاء بتميمة أو وصفة بخور أو ما شابه ذلك مما يقدمونه لزبائنهم، وكانت من حين إلى آخر تأتي إلى ابنتها بتوصية بزيارة الضريح الفلاني وحمل ذبيحة هي في الأغلب دجاجة أو ديك بمواصفات يحددها الفقيه من أولئك لا تخلو من الغرابة. ولأن الجلال الحداد كان يحبها ويقدرها وقد جعلها في مقام والدته، فإنه لم يكن يمانع في إبلاغها إلى حيث تريد، وحين لا يكون لديه من الوقت ما يكفي فإنه لم يكن يعارض في أن ترافقها ابنتها الضوية. أحيانا تستغرق الزيارة أياما وتقتضي سفرا إلى وجهات بعيدة. كان يقول إذا كان ذلك سيرضي الضوية فذلك ما يرضيه هو أيضا. وعدا تلك الزيارات كانت تطلب إلى أن تقام لها ليلة عيساوية تصدح خلالها الأصوات بذكر الله على إيقاع الطبول والدفوف والمزامير، وكان يستعد لتلك الليلة بتحضير أطباق من الكسكس وكؤوس من الشاي التي تقدم للحضور. كانت أمي زهرة بعد الإغماءات تصبح رائقة المزاج صافية الطبع بعد كل ليلة من تلك الليالي، وكان كل الذين يحضرون يشاطرونها سعادتها تلك. ولكن المرأة التي تظن أنها بلغت 80 والتي ترملت ولما تكمل 30 ولم ترزق سوى ابنتها الضوية زوجة الحداد الجلالي، صارت مع توالي السنين مهيئة لتصدق كل ما يقال لها عما بها من سقم وعن المس الذي أصابها، ولم تكن تختلف في ذلك عن كثير من النساء والرجال أيضا ممن يعانون من نوبات الصرع والوساوس المختلفة. في الأيام غير الماطرة وعدا الأيام شديدة البرودة، كانت أمي زهرة تخرج متوكئة على عصاها تمشي الهوينة تسلك الأزقة نفسها انتهاء إلى ساحة الشهداء. كانت تلك فسحتها التي ألفتها منذ عدة أعوام، وتعرفت خلالها على نساء مسنات تأتين إلى الساحة تمضين بها بعض الوقت. حين تعود بعدها إلى البيت وتحرص على أن يكون ذلك قبل آذان المغرب،
تحس بانتعاش. عصر يوم لن تنساه، وبينما هي جالسة في ساحة الشهداء تقدم إليها رجل يرتدي جلبابا أبيض ويعتمر طربوشا كذلك الذي كان يأتي به الحجاج تذكارا لمعارفهم. في وجهه لحية سوداء إلا من بعض بقع من الشيب. بدا لها أنه من الطلبة حفظت القرآن. تأمل في وجهها دون أن يحمل وجهه تعبيرا محددا. أشاحت عنه وحاولت أن تتجاهله وهي تتساءل عما يريده. دنا منها وبنبرة من يكمل حديثا بدأه آنفا قال لها: اسمحي لي يا أمي، أراك تعانين من سقم. التفتت إليه، كان مبتسما وكأنه أيقن أنه شد انتباهها كل انتباهها إليه. أضاف: نعم، إنني أراك سقيمة، هل لا ناولتيني كفك؟ بلا تردد وربما بلا أدنى تفكير فيما سيأتي مدت يدها إليه، أمسك بكفها وصار يتأمل ظاهره. كان ذلك ما لفت انتباهها، فقد سبق لها أن زارت عرافات كن تزعمن قراءة الآتي من قراءة باطن الكف وما به من خطوط. رفع بصره إليها، نظر في عينيها ثم حوقل وقال لها: إنها تعرضت لمس من الجن. لم يكن الأول الذي يخبرها بذلك، بل إنها صارت موقنة بأن هناك من الجن من يعبث بحياتها منذ سنين بعيدة. لقد أصاب منها الوتر الأكثر حساسية. ثم إنها سألته: ومن أدراك بحالي يا ولدي؟ قناة تمو داباي. وكأنه كان يترقب مثل هذا السؤال أجاب على الفور: هو العلم يا أمي، هو العلم. صمت وظل يحدق في وجهها، ولعلها أحست بما يشبه الإحراج، تتساءل عن دافعه إلى النظر في وجهها، فهي لم تعد بنضارة الشابات وطراوة ملامحهن، ومن حيث لا تدري عادت لتقتنع بأن هذا الشاب قد يكون علم من حالها ما غاب عنها هي. ثم إنها ومنذ عقودنا الآن تبحث عمن يخلصها مما هي فيه، وجاء صوته ليخرجها من شرودها ذاك. يبدو أن المس يعود إلى زمن بعيد، ولكنني بإذن الله أعرف علاجه. ما قاله كان يكفي لاستنفار كل اهتمام العجوز. توكأت على عصاها وهمت بالاقتراب منه أكثر، ولكنه أشار إليها ألا تتحرك من مكانها، أخذ وضع القرفصاء وعاد يمسك بكفها. نعم، لدي العلاج لحالتك يا أمي، ولكن عليك أن تتحلي بالصبر، فإن ذلك ربما استغرق وقتا قد يطول. التفتت من حولها، غير بعيد جلست نسوة تتبادلن الحديث همسا، بدين لها منهمكات في حديثهن. قالت لصاحب الجلباب الأبيض: سأفعل ما تطلبه مني. ابتسم ونظر في عينيها من جديد، قال لها إنه سيحتاج إلى قطعة من ملابسها وحلية من حليها. ولم يكن ذلك أمرا مفاجئا لها، قالت له إنها ستحضر له ذلك في الغد عصرا حين ستأتي كدأبها إلى ساحة الشهداء. ولما نهضت وقد توكأت على عصاها اقترب منها وقال وكأنه يتم حديثه: عليك أن تقدمي الآن الفتوح. تعلم أم زهرة ما يقصده الرجل، إنه يريد مبلغا من المال يكون بمثابة عربون لإتمام المتفق عليه. في طرف من غطاء الرأس كانت تربط ورقة من فئة 50 درهما، ناولتها إياه، ولم يزد على تذكيرها بأنه سيكون في انتظارها عصر الغد. عادت أم زهرة إلى منزل ابنتها الضوية، بدت أكثر انشراحا حتى إنها لفتت انتباه ابنتها التي جاءت من المطبخ تسألها إن كانت أمضت أوقاتا طيبة في الخارج وتقصد به ساحة الشهداء. حاولت العجوز أن تكتفي بالقدر اليسير، ولكن ما جاءت به كان يدفعها إلى البوح، ولكنها كانت مترددة، تعلم أن ليس أقرب إليها من ابنتها الوحيدة لتبوح إليها. وقد لمست الضوية لدى أمها أمرا تتردد في الحديث عنه، ولذلك رأت أن تستدرجها إلى البوح. كان مدخلها أنها قالت لها
إنها تود لو تستطيع الخروج معها لتخرج من البيت ورتابة أيامها. إن ساقت العجوز وراء حديث ابنتها عن فوائد الخروج من البيت من حين إلى آخر، ولكي تؤكد لها أن في ذلك من الفوائد الكثير، أخبرتها بأنها قابلت في ذلك اليوم من يستطيع علاج أسقامها، وحكت لها عن صاحب الجلباب الأبيض وعن كل ما دار بينها وبينه في ساحة الشهداء. وقد تفطنت الضاوية إلى أن والدتها بصدد التعرض لعملية نصب، سايرتها في حديثها ولم تبد لها اعتراضا. في تلك الليلة لما خلت إلى زوجها الجلالي حكت له ما جاءت به أمها من جولتها ذلك اليوم، وأخبرته بأن الذي يزعم القدرة على تخليصها من أسقامها طلب منها أن تحمل إليه حلية من حليها وقطعة من ملابسها. وفوجئ الجلالي بادئ الأمر بالسهولة التي انخدعت بها حماته، واتفق مع الضاوية زوجته أن يترك مزهرة تفعل وأن يراقباها من بعيد. صلت العصر، وما أن فرغت من صلاتها حتى نهضت مسرعة، أخذت المطلوب من دولاب ملابسها وتوكأت على عصاها ومضت إلى موعدها مع صاحب الجلباب الأبيض. لم تتوقع أن تتبعها ابنتها، ظلت تراقبها من بعيد وهي تسلك تلك الأزقة التي تفضي إلى ساحة الشهداء، بيد أن زوجها الجلالي كان ينتظر وصولهما إلى الساحة. لفت انتباهه شاب بوجهه لحية بدأ يخالطها الشيب، كان هناك فيما بدا له منذ فترة وكأنه ينتظر أحدا، كاد يتجاهل وجوده لولا أنه رآه يخرج من حقيبة جلدية يعلقها إلى كتفه جلبابا أبيض، قام بإسداله على جسده الذي يميل إلى أن يكون نحيفا. تم كل شيء بسرعة، أخرج طاقية بيضاء كتلك التي يأتي بها الحجاج تذكرة لأقاربهم ومعارفهم ووضعها بعناية على رأسه، صار شخصا آخر لا يمت بصلة إلى ذلك الشاب الذي كان مترقبا في الساحة. ثم ظهرت مزهرة متوكئة على عصاها، وانتبه الجلالي إلى زوجته تتبعها من بعيد، ظن أن صاحب الجلباب الأبيض ما جاء إلى الساحة إلا للقائها لتسلمه الحلية وقطعة من ملابسها. يعلم الجلالي أن ما يهمه قطعة الحلي التي يتوقعها ثمينة. مضت مزهرة إلى كرسي لم يكن به أحد وجلست تسترجع أنفاسها، ولكنها كانت في الآن نفسه تمسح الساحة بنظرها بحثا عن صاحب الجلباب الأبيض. لم يتأخر في الظهور، كان الجلالي يراقبه وقد لحقت به زوجته الآن، تعمد أن يظهر لها مقبلا نحوها وكأنه خرج من لا مكان حتى يوهمها بقدرات لديها. لما وصل عندها قبل رأسها حتى يبدد كل فضول قد يكون أثاره وقوفه عند العجوز، جلس القرفصاء كما فعل بالأمس وبادرها بقوله: ألا ترين أنني أحترم المواعيد؟ ابتسمت ودعت الله أن يبارك فيها، طلب منها أن تعطيه المطلوب. من تحت عباءتها أخرجت ثوبا تسلمه منها وقال لها: أين الحلية يا أمي؟ في تلك الأثناء كانت الضاوية قد اقتربت، فاجأت والدتها التي سارعت تخبر ذا الجلباب الأبيض بأنها ابنتها، ثم أخرجت العجوز دملجا ذهبيا متقن الصنعة يبدو أنها تحتفظ به منذ زمن بعيد، قد يكون قطعة من الحلي التي تضمنها صداقها. التمعت عينا الرجل، مد يده ليتسلمها، استرق نظرة إلى الضاوية، وبينما مد يده ليتسلم الدملج فاجأته الضاوية بأن خطفته من يد أمها. كان الجلال قد اقترب منهم، ولعل صاحب الجلباب أحس بأنه وقع في كمين فقد نهض وصار واقفا يهم بالانسحاب، ولكن الجلال أمسك به بتلك القوة التي يمسك بها قطع الحديد ليطرقها على السندان. سأله الرجل عما يريده منه، رد عليه بأنه سيعرف كل ذلك في مخفر الشرطة، كان يحاول التفلت ولكنه لم يقوى على ذلك.
في مخفر الشرطة تم الاستماع إلى حكاية ذي الجلباب الأبيض وأم زهرة، وحين تم تنقيطه تبين أنه مطلوب للعدالة، وأن ما حدث له مع العجوز لم يكن سوى إعادة جديدة لعمليات نصب قام بها في مدن أخرى منها الدار البيضاء وسطات. في كل مرة كان يحدد ضحاياه بعناية، حتى إذا ما أراد الاقتراب منهم اتخذ له لباس الرجل الورع.